كابتن احمد فتحي، عاوزين نعرف بس استعدادات كل الدوري، انتوا قطعتوا الاجازه عشان تكملوا الاستعدادات. انا استعدادات هو دوري ليه؟ ما انا معرفش والله اللي دوري ليه ولا مش هتلاقي، بس يعني احنا بنتمرن عادي عشان كده عندنا ماتش سوبر افريقي في شهر 2 يعني، لكن هل الدوري هيتلعب او لا ما لسه ما اعرفش يعني. انتوا بتتمرنوا استعدادا لماتش السوبر الافريقي؟ اه، لكن ما قالوا في دوري في اول 2 بس يعني، هم في ناس قالت كتير قبل كده بس ما اعرفش اذا كان حقيقه ولا لا يعني. بس تمام، هتلعبوا ماتش الهلال، هيبقى استعداد كويس لماتش السوبر الافريقي؟ اه، عندنا ماتش الهلال، انت عارف يعني الهلال السعودي فرقه قويه جدا، عندهم لعيبه جامدين، بماتش قوي يعني ان شاء الله، بس نكون مستعدين. احنا خدنا فتره راحه كبيره، هي دي ممكن تفرق معانا شويه في الماتش، لكن ان شاء الله احنا بنتمرن وان شاء الله نكون مستعدين يعني قبل ما تردد انباء ان احمد كابتن احمد فتحي جاي له عروض، صحه الحقيقه؟ لا، انا مفيش حاجه جت لغايه دلوقتي، و انا مستمر، مفيش حاجه لغايه دلوقتي جت. العروض اللي الناس بتتكلم عليها انا عمري ما بتكلم في حاجه، لكن هم بيتكلموا، انا مش عارف بيتكلموا على اساس ايه، لكن انا مفيش حاجه لغايه دلوقتي، ولو جت حاجه رسمي لسه ممكن ادرسها مع الجهاز الفني. الاهلي يبدا استعداداته للموسم الجديد وينتظر عوده الدوري. من امام مقر النادي الاهلي، ولاء صلاح لكوره اونلاين.